للمخرج ابراهيم الطيف ومخرج روسي. فيلم هذايا من الافلام القصيره اللي حازت على التانيث الذهبي في مهرجان قرطاج. نحب ان الديبا بتاعنا مش يكون قايم عليكم انتم، ماذا بيه انتم اللي تتكلموا باش انا نتكلم. حسب رايكم شكون يبادر يقول لنا شو الفيلم على شو يحكي؟ تفضل. شو اسمك انت؟ ابراهيم. كيف الكوميديا تدخل في مواد تونسي؟ حب يعمل تستاجي مع العلوم بشي بيزا بيزا يتعدى من فرنسا على كل طرحت موضوع الهجرة، خلنا نغوصوا أكثر في الموضوع ونقولوا احنا شنو أنواع الهجرة؟ الأنواع بتاعها، تفضل إبراهيم. الهجرة الداخلية نحكي عن نزوع أكثر منه على الهجرة، لكن أنواع الهجرة. هجرة عمل؟ أما يسأل شيء ما بدون حتى هجرة عمل إيه؟ هجرة شرعية وهجرة غير شرعية. هجرة شرعية هجرة غير شرعية إيه؟ شو أخ؟ في أصنافها حتى الهجرة الشرعية وغير الشرعية. سياحة. باه ما يسأل شيء؟ هجرة بسبب الحرب. باه. عن زاد هجرة الأدمغة نو؟ ولا هجرة الاختصاص كيف كيف؟ الهجرة السياسية. ولا فما عديد أنواع من الهجرة. شنو أسباب الهجرة؟ يعني كل سبب ونحاول نغوصوا اكثر في الهجره غير الشرعيه ومش نشوف موضوع الحرقه بدرجه ولا له موضوع دارج في تونس يعني بشكل كبير برشا. على فكره مش نعطيكم بعض المعطيات باش نجم يكونوا هي منطلق للحديث نتاعنا، ومش نركزوا اكثر على موضوع الحرقه واللي كان موجود قبل الثوره وبعد الثوره زاد. نحب نعرف شكون عنده في الفامي بتاعه ولا كذا انسان حاول يحرق ولا حرق ولا حرق مرجع ولا حرق قطمي غادي، شكون عنده في الفاتح؟ خويا حرق. شو اسمك انت؟ اي احمد. عنده خويا حرق الالماني. عنده برشا ولا تو بعد؟ حرق ايطاليا ومن بعد من ايطاليا حرق الالماني. ورق وفيز وجاء. امور امريكا. امور واضحة. تو فرحان انه حرقوه. تو وريته رجله وقديم هذا قدش عنده ولا تو جديد؟ اثنين قرابه تسع سنين. تسع سنين. تقبل العتوبه. شكون عندنا في الجديد؟ شكون حرق ولا شكون حتى هيك؟ حرق راسك. هاي. الفتره هذه كاين مواد الشغل ياسر. في الحرق؟ اي مش مشكله. انا تحب تتبع غادي كاين تحت ناس مثقفه ياسر علي نحن. الناس تقرا للباب تقرا من عرش البلطات وسميتيني تلقى روحها شاد خطوة على روحها هي باب باب في الساحة حاول تلقى باب غادي كاي على خاطر عقلية هذا غلط صاحبكم يشوف انه يحب يهزر قال كل شيء غادي ممتاز كل شيء باهي بطاله ما فماش تحب تخدم تخدم تحب تعيش تعيش كل شيء والله يعاونوك وما يغشوش جرب هذا وهنا جرب هذا الغرب يضرب جميل تاع غادي قادر ما تعاود ما يحكرش بلاكس تقدر حكره حتى في القاضي سيرفر
تقعد في قهوة تقعد أنت وفرنسا ولا أنت وأنت وأنت مالتي كامل السيرفور يجي يسربي هو قهوة الطاولة أنت تمشي تلزم الكونتوار أقل حاجة في الأوروبا كما تخدمش وما تلقاش كيفاش تصرف ما تلقاش كيفاش تعيش في تونس ما تخدمش عندك مصروفك عندك وين تسكن الناس محترماتك في الأوروبا ما تخدمش لا فما لا احترام حتى كويك باليك يقول لك غاديك خير من هنا هاني انا عايش برا ونعرف كيفاش يكذب عليك يقول لك الاوروب خير من تونس تمشيش الامريكا تونس خير من امريكا هو ذكرني انت النوع الاجتماعي المرأة والرجل يعني أكثر بالنسبة للرجال حتى بالإحصائيات 64% من المهاجرين في الحرقة حتى اللي يحبوا يعرفوا هما من الرجال و 36% من النساء يعني فما مشكلة ونحكي فيه مشكلة بطالة مشكلة فقر مشكلة تهميش شغل قال إبراهيم وهي مشاكل حقيقية ما نجموش نذكرها مش موجودة كان في تونس لكن الحل تو بالنسبة لنا كلنا هنا ديجان الحل هل انه احنا نقعدوا في بلادنا ونحاول نبدل البلاد مش يبدل المشاكل في تونس اي بلاد فيها حاجه نيجاتيف مي تونس ايد واحده ما تصفقش لازم الناس كلها تكون مع بعضها باش تبدل حاجه نيجاتيف بالبوزيتيف فهمت اي نوع تبدل فيها حاجه خايبه كذلك كل مختلفين في الراي اللي هذا يحب على مصلحته كيفاش باش تعمل هاني عطيتش انا نسيت دار كلنا مختلفين في الراي مش موافقين على حاجه تقول لي هذا حبيش تقدر حكايه الحقره لا مش مش نحكوا حكايه الحقره يقولوا تونس حقاره والبلد برا مش حقاره لا مش نحكي على الحقره ليش الفيزا صعيبه مش معناه مش نحكيك على الحقره انت ما قلتش جنس صرف البلاد ولا صحيح ولا قلت تجي معناها اي واحد معناها اللي هذه يحبش يدير روح فهمت هو ولا الظن مختلفين في الراي مش معناها كل باش ايش باش تعمل احنا تو تمشي للاوروب هي رو مت يعني هذاك هدف اي لونته واحد لهنا يحب يمشي للاوروب يحب يشوف هم يعني شنو منبع يعني الدوله شنو الدين عندك الدين الدين ياثر في العباد ويخليهم يعني هم شنو تصرفاتهم شنو كيفاش يعملوا كيفاش يتكلموا كيفاش ياكلوا دينا احنا رب فماش ما احسن منا الاسلام وانتم كله تعرفوا الاسلام دينا احسن دين في العالم وفي كونه يعني لاخر الدنيا احسن دين شي علمك يعلمك فيش تتكلم يعلمك فيش تحكي خير من المهمة رانا احنا خير من المهمة اما سنين تبقت المشكلة انه اي نوطة عبد يقول لا انا تنعمل حكاية ذيك وتجي عبد يفسد علي عبدك علاش مبطل انا هو لا جرب انت عملها الحكايه هذيك وشو استنى العبد يفزد عليك وانت صده ما تخليش يعمل هكاك نبدلوا شويه العقليه نتاعنا نمشيو العقليه اكثر انتاج انه احنا بالحق نساهموا ونبادروا اللي ما عندناش هو روح المبادره البلاد راهي في الاخر شنو هي البلاد مش تصلح وحدها مش بجينا هكاك بقدره قادر مش تتصلح نرقدوا نقوم نلقاو كل شيء يتصلح احنا لازمنا نبادر واول حاجه هو العلم انه نقراو انه نتعلم خاطر نشوفوا توا في التاريخ باش ما نطولش عليكم نشوفوا التجارب فور اكزامبل اليابان بعد النكسه نتاع هيروشيما وناكازاكي بعد ولاد كامله تفورت فهمت ولا شو الشيء اللي اخذ مالي ما قالوش نبنيو قناطر ونبنيو كياساتك وكيف نشتنط لا جاو عطاو رجال التعليم اكبر سالير امنوا انه العلم هو اللي مش يوصل بعد باش نعملوا قنطره وباش نعملوا كذا وباش نعملوا كل شيء وتعرفوا اليوم اليابان شنو موقعها في الاقتصاد العالمي يعني تختار بالعقل هذا اللي يبني صحيح ويفكر سليم ما يختارش اي عمله اخرى خارجيه اي فكر اخر خارجي عليك وعلى الوطن نتاعك بطبيعه تولي تلوج على الحلول في نفسك في ذاتك في بلادك في موضوع كبير اللي هو تقارب الثقافات وتقارب الحضارات والانفتاح على الاخر يعني ما يجيبش يعني كلامنا هذايا انه اليوم يلزمنا زاد كيف كيف نكونوا مسكرين على رواحنا وما ننفتحوش على الاخر بالمخاطر الموجوده خاطر نعطيكم معلومه بركه مثلا وكاله رويترز تصدر يوميا 40 مليون كلمه توزعها في 80 دوله بطبيعه دول عربيه ودول اسلاميه في حين احنا ما عندناش حتى وسيله اليوم من الوسائل باش نجابه الطغيان نتاع الشيء هذا ما عندناش عاجزين لكنه مع ذلك ومع ما يسمى بثقافه المؤامره وانه يتامروا علينا ومع كل هذا ومع اللي نسمعوا فيه كله يعني اليوم هل نطرح سؤال كبير برشا هل انه زاد اليوم احنا مطالبين انه ننفتح على الاخر ونحاولوا
انه تكون فما حوار بتاع تعيش تجربه مع جماعه اللي تسموا حاليا بالسلفيه كما اخت الانسان نسميه كلمة طاغوت مرتد. حبيت تحكي معك نحكي ما قلت له علاش تحكي ما اربحوا انت واللي كان كافر اربحوا حتى خو في اجر لغه الحوار هذه باب مسكر هذا انسان مرتد اقتل طول ما تحكيش ما خلاص باب مسكر انا باش تتكلم وتهدي يقول له هذه غلط هو الصحيح هو هذه ظلمه هذه زاويه ما ذمتش انه طول انسان نسميه غير حتى ساعات كنا قبل اول مره نقول له ياخذوا في ناس مشي قاريه ناس بطل خرايا ناس عايشه بطاله ناس مدمره مثلا دوروا بها ناس اختصاص يخطوا له مخه يدوروا به يحطوا له في مخه برشا كلمات يعني هو او يرجعوا له خلافه يرجعوا له دوله اسلاميه يرجعوا له ذاك انسان مش عامل لحيه اقتلوا انسان راهو ذاك مرتد من هذه لغه الحوار بشكل ما يجي بالسياسه سعيد الرحمن مع راديو بتلين دونك قدمنا الواحد مرحبا بكم سهيل تحمان استاذ اول شباب فولد متحصل على ماجستير مهني وماجستير بحث وحواس دراسي اقوم بدكتوراه في الاقتصاد الفنيه ناشط جمعياتي كذلك صحفي في جمعيه التربيه والنهوض على المواطنه 50 ناشط من دور الشباب مش حاول أن نسعى لتكوينه عملية تكوينه كل ستة أشهر في هذا المجال فتح نوادي مواطنة بمؤسسات الشباب وهو مشروع أخذ مشروع ثري في حاجة في تونس إلى التربية على المواطنة وهذا يكون من الطفولة إلى الشباب خاصة التجربة هذه عندها حسب هي خاصة أنا واحد من الناس دخلت عندي 3 سنوات في الجمعية مرسى تحديدا هذا هو لكن عن العمل بتاعنا هو عمل ميداني احنا نخدم مع الجمعية بشكل تطوعي نقوم بالشيء هذا خاصة ونوادي المواطنة اللي انتم تعرفوا انكم ترسيوها في المؤسسة الشبابية شنو الهدف بتاعها وشنو الفئة العمرية من الشباب اللي تستهدفها خاصة؟ احنا كما قلت لك احنا مش نكون تو البادره الاولى انه مش نجمع 50 مناشط من دور الشباب ومش نحاول انه نخدموا معاهم ومش نكون اللقاء الاول مش يكون في الحمامات ان شاء الله في الاسبوع الاول من شهر سبتمبر هذا اول لقاء ما حبوش يعملوا حاجه مسلطه على المناشطين خاصه انهم رجال ميدان واحنا نعترفوا برشا بالتجربه الميدانيه نتاعهم ومستواهم زاد العلمي والثقافي وبالتالي ما نحبوش نعملوا حاجه مسلطه حتى على مستوى الوسائل مش تتغير مش تكون افلام وتدريبات مش نحاولوا نسمعهم وهم بالطبيعه مش يوصلون صوت الشباب اصلا ومقترحات الشباب مش نحاولوا نمشيو بوسائل وطرق جديده وحديثه المهم الهدف الاساسي هو انه نحاول انه نربي الشباب بتاعنا والاطفال بتاعنا على المواطنة وأنه يحبوا بلادهم وأنه يحاولوا أنه يفهموا المواضيع الخاصة في المواطنة فهم جيد مع أعمال العقل ويكونوا زاد عرضة يعني التأثيرات اللي نشوف اليوم من توصل الإرهاب توصل الإرهاب بدون يعني تفكير في المواضيع هي بكل جدية النوادي هذه إن شاء الله تكون القارة وإن شاء الله تكون بقينا دعم من إدارة عامة الشباب ومن وزارة الشباب والرياضة التي عملنا اتفاقية معها إن شاء الله ستمضى في الأيام القليلة القادمة على كل الجمعية هي ما طالبة شيء بالعكس هي متدخلة يعني بالفلوس وكل شيء على أساس الشيء هذا كيف إن شاء الله التجربة بالنسبة للسادة المناشطين واللي نحترمهم من زملائي إن شاء الله تكون ثرية وإن شاء الله ونحاول أن نعرض المجهود كل مجهود صادق سواء من مسؤولين ولا من أي طرف كان مجهود صادق أنه نحب بلادنا وأنه نسعوا لتغييرها في الإيجابي احنا كجمعية من منطلقنا من نحاول أن نكون في المجال هذا بشكل تطوعي. سؤال أخير على البرنامج الصيفي مدن المواطنة اللي سنة في الدورة الأولى في أربع مخيمات الشابة برج السدرية هنا الرمال وعين سلطان جندوبة شنو رأيك في البرنامج هذا والمدافع عينيته خاصة مع الشباب هذا باش يتقبل خاصة أنه هو جاي في عطلة معناها جاي باش بحر بعد تعطيه مفاهيم اللي تصورها تكون صعيبة على بعض على أغلب المشاركين ولا الشباب.
نشوف انه شبابنا له من الذكاء يعني بالرغم الهينات الموجوده وبالرغم التصحر اللي حاول يخلق نظام سابق لكنه نعتبر انه شبابنا هو ذكي له من الذكاء انه نشوفوا حتى التجربه حتى الليله بركه يعني على اول تجربه تكون ما تلقاش القبول بتاع الشباب والتفاعل لكنه بشوي بشوي كوي فرصه يعني ما نجموش نبدلوا كل شيء في الوقت ونعتبر انه هذه بادره مهمه وعلى فكره انا ولد قطاع الشباب وهذا هي اول مره في تاريخ وزاره الشباب والرياضه انها تقترح حسب رايي تقترح برامج لها من الفاعليه ان شاء الله وان شاء الله تواصل ان شاء الله تواصل وتواصل باكثر عمق يعني في الشيء هذا ولو الشعار اليوم المرفوع في تونس شعار المواطنه واللي اذا متجسد لا مناص منها يعني معليش يقولوا الاخرى اليوم بالنسبه لشبابنا بالنسبه لا مناص منها يعني يلزمنا نخدموا على المواطنة فماش يلزم شبابنا يحب بلاده هذا هو المبتغى في الاخر لازم يحب بلاده ويلزم يكون صادق في الحب بتاع بلاده بتاعنا مش واعيين بالمواطنة وادوارنا وانه نلعب الادوار اللي ممكن نسموا احنا عاش في الوظيفه العموميه يعني مقدار العمل او نسموا حتى ولا نشوفوا حتى نعاين نشوفوا نسبه العمل بالنسبه قاعدين نشوفين نسبة ضئيلة جدا يعني مجرد انه يوعى الشباب بتاعنا ويوعى الناس كله انه يحبوا بلادهم اليوم ستتغير يعني العمل اليوم لا شيء غير العمل وغير انه نحاول انه نفكروا في المسائل كل المسائل نفكروا فيها بعقلانية وباكثر جدية